الهدف من النشاط هذايا هو يخلينا نتموقعوا كمؤسسة جامعة انكلوزيف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. إيش معناها؟ معناها احنا معناها فضاء للبحوث بالطبيعة، بما أنه اسم المركز يدل على هذا. احنا فضاء حوار، احنا فضاء مناصرة تكوين، يعني تبادل خبرات، وفيها المنطلق هذه توجد وتتبلور الورشة هذه. الورشة اليوم عندنا 21 امرأة من 3 بلدان. شنو اللي يجمعهم؟ يجمعهم اللي هما فاعلات في المستوى السياسي، نشطات في المستوى السياسي، واحنا لهنا الفكرة أن نجمعوهم باش نكونوهم على القيادة التحولية. هذوما مستفيدات عندهم طموح للولوج لمراكز القرار، دونك ما همش رائدات ديجا في مراكز القرار، دونك عندهم طموح كبير باش يوصلوا لمركز قرار. والطموح متاعنا احنا كونهم يجيوا في مراكز قرار تفوت الحدود تاع الوطن، هذيك علاش عملنا دورة إقليمية. والثالث حاجة كونهم يتبادلوا التجارب. بالحق تونس عندنا تجربة، لكن المغرب زاد عندهم تجربة، والأردن عندها تجربة، وإحنا عمرنا وانا نقفوا من التعلم قد ما نتخالطوا. معناتها on apprend toujours des autres, on n'est jamais sur un niveau un piédestal. أعتقد أن أول هدف هو تقاسم التجارب مع باقي دول المنطقة التي نشتغل معها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ثاني حاجة في نظري وثاني هدف هو البحث عن سبل العمل المشترك مستقبليا، سواء كمنتدى للفيدراليات، وثانيا كفعاليات نسائية في الأوطان التي تتواجد بها. عضوات الوفد الأردني تم اختيارهم بناء على نشاطهم السياسي الحالي. هم مجموعة من سيدات أعضاء في أحزاب سياسية أردنية، بعض منهم، والبعض الآخر هم عضوات منتخبات في مجالس محلية أو بما يعرف بالأردن مجالس المحافظات أو اللامركزية، فهن صاحبات قرار على مستوى المحافظات. لا شك بأن السيدات سواء عضوات الأحزاب السياسية أو المجالس المحافظة سيستفيدوا من البرنامج الأكاديمية السياسية لبناء قدراتهم فيما يتعلق بالقيادة وبالأخص القيادة التحويلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل والسبل الفضلة للممارسات كسيدات صاحبات قرار. أنا في الأكاديمية تسلحت بالآليات تاع عمل من جميع النواحي، الخزرة، الوقفة، السيطرة على الأحاسيس، السيطرة على الغضب، عدم الإجابة على الاستفزازات،
التحكم معناها في الانفعالات، تسلحت بكوني أتقبل الآخر. يعني عندما يكون إنسان معناها على تناقض جذري معي، يعني الحل ليس في تجنبه وليس في شتمه وسبه، ولكن في مواجهته ومقارعته، الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة وبالمنطق. أنا من الناس النشيطين جداً بحضور كثير من الدورات وكثير من ورش العمل وكثير من المؤتمرات. لأول مرة يمر علي نوعية من النوعية هاي من الدورات. هاي الدورة تساعد على بناء الذات وتطبيقها سهل جداً بمجتمعاتنا، ممكن نطبقها لأنها تنطبق على الجميع. يعني هي ليس لها خصوصية لجهة معينة أو فئة معينة أو أشخاص معينين، إذن هي قابل للتطبيق في كل وطننا العربي أو في كل العالم إجمالاً. وفيها إضافة نوعية، فيها عودة إلى الذات، فيها تدقيق بالأمور، فيها تعرف وين توصل بمسارك العملي ومسارك النفسي أيضاً، هنا هما مساران متطابقان. فدورة حقيقة إضافة نوعية بطريقة غير عادية لكل إنسان يحضرها. صراحة بالنسبة إلي أن تلقيت مجموعة ديال التكاوين في المغرب، في مجموعة من الدول اللي سافرت لها، كل بلاصة عندها واحد النوع ديال التكوين. صراحة الأستاذة الحبايلي على مستوى المغرب ومجموعة ديال الخبراء اللي كانت تلقى عليهم التكوين يعني كيفيدونا، ولكن التجربة هنا في تونس كانت مختلفة شوية، لأن معنا أستاذة ديال علم النفس، معنا خبيرة دولية في النوع الاجتماعي، يعني حتى المعلومات اللي تيعطيونا مختلفين شوية. عندنا أن باجاج يعني ماشي خاويين، ولكن كاين الجديد. الطريقة باش تلقيناها بالأخص الموضوع ديال الذكاء الوجداني اللي هضرت عليه الأستاذة ألفات، طريقة الحلزونية، انتقال من ما هو أنك تبقى في المستوى ديال القبالي، ترتقي المستوى الإنساني، وأنك تحس أنك تكون حامل قضايا إنسانية. هادو حويجات اللي كتبان لي أنا شوية فيها نوع من التجديد. المرأة بالحق elle est sur plusieurs plans. Elle est grand-mère, elle est mère, elle est épouse, elle est professionnelle عندها إدارتها. Donc التشبيك هي حاجة تستدعي وقت كبير. يلزمك تقعد، يلزمك تنفيستي في لي ريلاسيون، ويلزمك من الأول تعطي من غير ما تستنى نتيجة، خاطر لو ريزوتاج سي أن غران انفيستيسمون. Il y a différents types de réseautage, les réseautages politiques, professionnels, différents types de réseautage, et c'est un grand investissement. Le rajel, بطبيعتهم يشبعوا. الراجل يخرج يمشي يقعد في القهوة، يمشي يعمل ماتش كورة. المرأة ديما تجري الوقت نتاعها. On est des spécialistes de la planification horaire. Du timing. تشبيك توا ولا أكثر من ذي قبل، ممكن على خاطر بتواجد الانترنت والفيسبوك، والعبيد كي تلقى الفرصة باش تتعرف على بعضها وبعد تقعد متواصلة مع بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع بعضها، نتصور أنه فما إمكانية للتشبيك. وبالطبيعة إذا كان تتوفر الرغبة أنه يتواصل التشبيك هذاك، على خاطر فما برشا حاجات تجمعنا ونجمو نبنيو عليها ونقدمو معناها مع بعضنا.